إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوا أهتي خوي، إسلام كمان نين يوم نقرب فيت ديناوي أوكأتن بمقابية لاي عدراي لال كناتهم يمنا درقات شو انكسك آسيوش أوكأتن مسارت يلا درقو كهونا كلماتو يمن الزفق بات عزكت يا مزنال عندان ديم بنيا سايق قدب ينيو يتقفات رمت يكتلنا ليلوچن انيا يسمت نبت عزكت وست اندي وانيو يتقفات جلبانا مكزفيا اندنهون يا درقال يالنو بدنيا عالمنونا بلحاتنا تنكاكين كأوكأتقار أت عمران كالتقوازن وده سكيتان درسن بماسكتل ملأكتو اهتيم لبلايتت انو ياساد درزند يتوسنو من رجوتشن كقرآننا كحديث إياد تاكسكو ملأكتين اكتلال كقرآن سلا أوكأت فايداوتشننا سلا أواكيوش درجة أواكيو أملاكاتشن سلا أوكأت بالبيتوش كفيالة درجة أواكيوش بميكن الزبوت ملكو اندهلال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله كنانت النزيا يمنو تننا النزيا أوكأت يتستوتن بدرجة كف يدرقل. سورة المجادلة أنكت أسرع عند يدين أوكأت يكسمو أواكيوش أنت أباراكي فرت النت بانكتو فنتو تدرقو توستوال تلاقوا صحابينا يقرآن تفسير أواكي عبد الله ابن عباس عنده سيل يقرآن عاون يميات أناكرنا يواكي وچن درجة يمياغ ولا نققر أكلوال يتمارو سوچ درجة كتراو مؤمن سوات متو اتفي بلتال كاندو درجة ودليلا درجة ياللو ركت يعمس متو عمت ركتي هنال بليلام يا قرآن أنكت الله سبحانه وتعالى عنده لال إنما يخشى الله من عباده العلماء الله كبار جوست يمي فروت أواكي وجو جانتشو. سورة فاطر أنكت حياة سمنت أنديتا يما يوكوتن أكال أنديت تقابيون فرات جاي فروتال لزيام سيلو ملكتين يو عليه الصلاة والسلام أندهالو أوكأتن كسمو الله أن يمتفرو باوك عجوت لكناونا يا الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام اندي تجمر اللاتشو اندي تأييكوت يهزا زو بتشنيا نقر اوكتنا كي تامتهو تيين يهون علينا ما سرجون انهو وقل ربي زيدني علما جيتاي هوي اوكتن تجمر اللي بل لوكتو قدب يليلو هولون اواكي كهونو جيتا قال قرآن يهن ياكل يتكيت تكيت جن يجزفو ملك تيالات جون أنكتوش كاين بتج أماري لقمو كتوداجو ملك تنياو عليه الصلاة والسلام أيت أقاب نك جروش يتوسنو أنك وادس زند ودك أتعي درجة النلف الله يكزن كحديث كتلاقو صحابي معاوية ابن أبي سفيان عند توراو يا الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام عنده بالعال الله ملكان يشال لتنسو يدين قنزاوي يسطال بخارينا مسلم زقبوطال لب بي اهتي يدين اوكأتنا قنزاوي الله يمي سطو ملكان لشال لتنا لوددونه منين يتحلق الدلنه الله يوددن ملكان كشال لاتشو يدين قنزاوي كسطاتشو باروتشو أدرقن آمين بليلام حديث أوكأتن كمكسم اندان نبوزن فزز كز كز قرتين فلتين إيالن اندان ندهكم يمياق قزلج عواقي سيت واند سايلو
ሁሉን ያቀፈ መልእክት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተላልፈውልናል። እውቀትን መፈለግ በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ ነው። አልባኒ ሰሒሕ ብለውታል። ውድ እህቴ፣ ሸሪዓዊ እውቀትን ከመፈለግ ዕድሜ፣ ጾታ መሰል ምክንያቶች ፈጽሞ ሊያግዱሽ አይገባም። ሌላው ዒልም የወንዶች ሥራ ነው፣ እኔን አይመለከተኝም ብለሽ ራስሽን እንዳትሸነግይ፣ አደራ እንዳትሳነፊ። በዲናችን ላይ በወርቅ የሚጻፍ ታላቅ ጀብድ ፈጽመው ያለፉ እንስቶችን አትዘንጊ። በዚህ ረገድ ታላቋ አርአያሽ ውዷ እናታችን ዓኢሻ ረዲያላሁ ዐንሃ ልትሆን ይገባል። የእሷን ጀብድ የኔ ደካማ ብዕር ለጊዜው ለመግለጽ ከበዳትና በይደር አለፈችው። ሴትነትሽ ክብር እንጂ የደካማነት መግለጫ አይደለም። ይልቁኑ ነቃ ብለሽ ልትተጊ ይገባል። ራስሽንም ለዚህ ታላቅ ተግባር እንድታዘጋጂ አደራ እልሻለሁ። እውቀት ለመቅሰም በምታደርጊው ጥረት ድካም ቢጤ ተሰምቶ ተራራን የማውጣት ያክል ካሰለቸሽ ይህችን ሐዲስ አስታውስሻለሁ። እውቀትን ለመፈለግ መንገድ የጀመረ አላህ ወደ ጀነት የሚያስገባውን መንገድ ይመራዋል። ሙስሊም ዘግበውታል። ታዲያ ከዚህ በላይ ብርታት የሚለግስ ማነቃቂያ አለነ? ጀነት እኮ ነው። በሌላም ሐዲታቸው መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሌላ ብስራት አክለውልሻል። እውቀትን ለሚፈልግ ሰው መልእክቶች ክንፎቻቸውን በደስታና በእርካታ ዝቅ ያደርጉለታል። አሕመድ ዘግበውታል። እንግዲህ ይህች ከውቅያኖስ በመርፌ ተነክራ እንደወጣች ውሃ ስለ ሸሪዓዊ እውቀት አስፈላጊነት የምትዘክር አጭር ማስታወሻ ናት። በበለጠ ለመገንዘብ ከውድ ጊዜሽ ቆርሰሽ በመስጠት እውቀትሽን ለማዳበርና ዲንሽን ለመገንዘብ እንድትጥሪ የማንቂያ ደውል ለማሰማት ያህል ነው። አላህ ለጥሪው ጆሮ ከሚሰጡ መልካሞች ያድርግሽ። ታላቁ ሶሓቢይ ኢብኑ መስዑድ እንዲህ ይላል፣ እውቀት በአላህ ከመወሰዷ በፊት አካብቷት። ይህም ማለት አላህ የእውቀት ባልተቤቶችን ወይም ዑለማዎችን ወደ አኺራ ከመውሰዱ በፊት ማለት ነው። ውድ እህቴ፣ አሁንም እድልሽን ተጠቀሚና ለዒልም ውድ የምትዩን ጊዜ ስጪ። በአላህ እርዳታ ስኬት ካንቺ ጋር ትሆናለች። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እኔ በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ስብሓነከ አላሁማ ወብሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አኒል ሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።